السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برد الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. والفيديو ان شاء الله اللي هيكون طالع من الابراج ان شاء الله هو اللي هنعمل له، هنكتر من القراءه دي باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف برد الحمل، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنيه فتح الابواب المغلقه وبنيه الفرج باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف برد الحمل، انا شايف ان انت حابب او شايفك ان انت بتخرج ناس او اشخاص من حياتك. شايف ان انت بتخرج اشخاص من حياتك، هذا الاشخاص تدخلوا في خصوصياتك، تدخلوا في حاجات ملهمش فيها، ملهمش الحق ان هم يتدخلوا فيها. شايف بس خلي بالك الفترة دي في حد هيرجع لكم، في حد هيرجع لكم، كان ما بينكم وما بينه انفصال او بلوك او مشاكل راح يرجع لك. في فلوس هتمسكها، خلي بالك الفلوس اللي هتمسكها انا شايف ان انت هتحقق منها حاجات صح، بمعنى لا صح. شايف ان انت برضه هنا برد الحمل بتشتكي من المعده، شايف ان انت بتشتكي من المعده، المعده عندك تعبان. انا شايف برضه عندك طاقه حزن، عندك طاقه حزن كبيره، حزن عميق، علشان انا شايف ان قلبكم حزين مكسور بدون سبب. خلي بالك انا شايف ان انت هتكشف سر، في سر قدامك راح تكشفه، والسر ده قريب، السر هذا قريب اللي راح تكشفه. شايف برضو هذا الايام من اكتر الايام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، حاسين بطول الوقت صداع، تعب، خنقه، ضيق، بتاخذوا علاج بيخف شويه الصداع وبيرجع لكم تاني، بتعانوا من حاجات كثيره. شايف برضو ان انتوا هنا يعني خلاص واخدين بالكم وبتنتبهوا كويس جدا على حالكم. شايف ان انتوا هنا ابتدأتم تحققوا النجاح، ابتدأتم توصلوا للمرحلة اللي انتم عايزينها او عايزين توصلوا لها. شايف ان انتوا هنا بتحبوا تغيروا حاجات كتيرة في اموركم وتستكملوا اموركم، علشان كده قلت لكم دايما متعرضين للمشاكل وللحسد وهكذا. بسم الله الكاشف، شايف ان انت هنا بتخلص اوراق، الاوراق دي تخص اوراق حكوميه او شراء مسكن، بس انا شايف ان في تم وقوف، في وقف عندك، ممكن نقول تعطيل او لسه بتخلص اوراق او بتخلص هذا، ان شاء الله راح تكتمل على خير باذن الله تعالى. شايف ان لسه برضه في ايام قدامك حلوه، في منكم هنا البعض شايفه عايز يسافر، عايز يسافر، قدامك نقطه السفر. شايفك برضه متضايق، متضايقين، مخنوق. هذا القراءة عامة وقراءة مفتوحة أخواتنا في الله، للشباب وللنساء، للرجال والنساء، هذا القراءة مفتوحة أخواتنا في الله وقراءة للجميع، فخذ اللي يطابق ليك. شايف هنا برضه الفترة دي أنا شايف إن أنتوا عايزين حاجة تعملوها أو حاجة تتخلصوا منها. شايف إن أنت محتار في حيرة، عايش في حيرة، عايش في فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة مش عارف تاخذ قرار، مش عارف تنتقل خطوة لقدام. شايف برضو عندك هنا في انت واخد بالك من حاجة، الحاجة دي واخد بالك منها وعارف هتعمل فيها ايه، بس شايف في مفاجأة قدامك، مفاجأة حلوة، ما تكونش في الحسبان. شايف ان انت هتقضي رحلة فيها او فسحة او خروجة او عزومة مع حد عزيز على قلبك. اطلع من طاقة الحزن، اطلع من طاقة الاحباط، اطلع من طاقة الحزن، الخنق، الضيق، اطلع من هذا الطاقة. بلاش يعني تضحك مع الناس وتهزر،
هذا الناس بتتكلم عليكم وفي ظهركم، بتأخذ منك الكلام وبتضيف عليها كلام آخر علشان هي اللي تكون مميزة أو هي اللي تكون إنسانة كويسة، وبتشوف سمعتك أمام الناس الأخرى علشان هي تكون كويسة. فأنت ارمي ورا ظهرك علشان أنت بتتأثر بأي كلمة، بأي كلمة بتتأثر بيها. شايف إن هنا في حد عزيز على قلبك متوفي، او اخ او قريب عليك، ومازال انت زعلان عليه، مازال زعلان عليه. شايف هنا برضه انت شخصيتك ابتدت تقوى، ابتدت عندك قوه من الياس، من الاحباط، من الياس اللي شفته، من التعب، من الكلام، ابتدت تقوى، ابتدت تغير من حياتك، ابتدت تمشي في الطريق وتاخذ طريقك. ان شاء الله تفتح معك البيبان باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في حد دمر حياتك، الشخص ده تعبك، سواء كان الست او رجل، هو اللي اذاك بالسحر، بالسحر هو اللي اذاك، انت دعيت عليه، دعيت عليه، هتاخذ حقك باذن الواحد الاحد، هتاخذ حقك، حقك ردع لك، حقك ردع لك، مهما يلف مهما يروح حقك ردع لك بإذن الله تعالى، من التعب اللي عندك، التعطيل، التعب، الألم، الخنقة، الضيق، هو من السحر، إن شاء الله راح تشفى بأمر الله تعالى. في بشرة شفاء، بشرة شفاء وبشرة خير قريبة بإذن الله تعالى. شايف هنا في حد في سن، شايف في حد مقفول عليه بيبان، هو مظلوم، مظلوم ومقفول عليه بيبان، ان شاء الله في عنده فتحة قريبة، قريبة بإذن الله تعالى، هيخرج بإذن الله تعالى، هيخرج للخلا وللوسع من هذا المقفول حواليه، سواء كان في سجن او كان في مرض او كان في ضيق، راح يخرج بقدرة الله تعالى من هذا بإذن الله. شايف ان البعض منكم مستني حالة بقدر المستطاع، انا شايف ان انتوا في حدا خايفين منه، يعني شايف ان انتوا خايفين منهم. ما تقلقش، ما تقلقش، هي مش هتحصل، هي مش هتحصل. شايف ان انتوا هنا شاقين في الشريك، بس انا شايف الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم بطريقه رهيبه، ومنكم يعني قلنا ما تخش القراءه ليك كلها، خذ المطابق ليك، لان منكم شايف برضه حصل انفصال، خذلوا الشريك، حصل انفصال، غدر بيه، فانا هنا تاخذ القراءه اللي مطابقه ليك. في هنا برضه منكم الشريك بيحبه والشريك صادق معاه وكويس، وفي منكم خذلوا الشريك، وفي طرف ثالث، وفي منكم بسبب السحر، بسبب السحر. عندي ثلاث اشياء، سبب السحر، الشريك خذله بطرف ثالث وكذب عليها وغدر بيه، والشريك بيحبه وصادق معه. عندي ثلاث أصناف كما كنا، فخذ القراءة أحبابي في الله اللي بتطابق ليك، وصلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس أمرا، ويدعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. شايفين أن أنت بتدور على الأمان، بتدور على الطبطبة، بتدور على الحنية، بتدور على الشخص الصادق معاك، بتدور على حد يحتويك ويكون صادق معاك علشان تطلع من الخنقة اللي انت فيها. ملاقيش حد بيطبطب عليك، ملاقيش حد بيحبك، ملاقيش حد صادق معاك بمعنى الكلمة. أمنت أو أعطيت الأمان لناس لكن غدرت بيك. أنت مشكلتك إن مشكلتك إنك بتثق في الناس أكتر من اللازم، بتثق كتير في الناس. مش كل الناس يا أحبابي في الله كنا هي اللي تثق فيها، مش كل الناس اللي تعطيها الثقة. الوضع اللي أنتوا فيه، الخنقة اللي أنتوا فيه، هذا من الشيطان، من شيطان السحر. كما قلنا هو اللي عامل لك التعب، ألم في المعدة، ألم في العمود الفقري، دوخة، تعب، همدان، حتى الدكاترة كثيرة منكم كشف وبياخذ علاج، لكن مش دايب معاه نتيجة، مش دايب معاه نتيجة. أنت هتاخذ خطوة جديدة، شايف إن أنت هتفعل حاجة، في حاجة تفعلها هتاخذ خطوة فيها جديدة، فيها نجاح ليك بقدرة الله تعالى، فيها نجاح بإذن الله، علشان أنت فوضت أمرك لله، مش عايز حاجة تاني، فوضت أمركم للواحد الأحد. عندكم علاقة إن شاء الله راح تكتمل، في علاقة راح تكتمل بإذن الله تعالى. شايف في رجوع، في رجوع أو زواج، رجوع أو زواج، لأن أنا شايف في أخبار حلوة.
تخص شافك هنا مبسوط في دبلة أو خاتم أو حد زي كده، إن شاء الله هتكون زواج أو رجوع أو ارتباط بمشيئة الله تعالى، شافك فرحان فأرض بيتك بمشيئة الله، صل على الحبيب المصطفى. الحزن هو اللي مأثر عليك، هو اللي حاسك محسسك بالإحباط، محسسك لا قادر تنسى اللي ظلمك أو لا قادر تفكر في المستقبل أو تفكر في الواقع اللي انت فيه، قافل على نفسك، مخنوق، مش طايق حد، مش حابب تخرج، حابب العزلة، هو من الطاقة السلبية، حاول تخرج من الطاقة السلبية كما قلنا، لأن شايفك هنا أخرج من اللي انت فيه، ما تخليش الدنيا تلف عليك وتبقى انت في دوامة، اخرج من اللي انت فيه وفك واطلع لطريقك وان شاء الله تفتح معاك البيبان باذن الله تعالى. لان انا شايفك هنا بتنقل من مكان لمكان، حابب ممكن تقول اشتري مسكن ان شاء الله يكون لبيت زوجك او لبيت خطيبك ان شاء الله يكون، او شراء مسكن جديد باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يكتب لكم السعاده فيه. انت حاسس في حدا هتخيب ظنك، حاسس او شايف ان في حدا تخيب ظنك؟ لا مش هتخيب ظنك باذن الله تعالى. في هديه ديالك، في هديه ديالك انت مش متوقعها باذن الله تعالى، في هديه ديالك بمشيئه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في حد هنا عايزك تسامحه، الحد ظلمك، ظلمك، هو هيده هيطلب منك السماح، انت هو عايزك، هو عايزك تسامحه لانه تعب، شافك في المنام او رؤيات بتدعى عليه كذا مره وهو عرف ان هو ظلمك فعايز يديلك ويسامحك، فممكن هيديلك ويسامحك، او هو بيطلب منك السماح من قلبه وبيدعي ربه انك انت تسامحه، فانت ونفسك شوف حابب تسامحه، سامحه علشان سامحه علشان غيرك يسامحك. فأنا هنا بقول لك سامحه، حتى لو كان ظلمك فسامحه علشان غيره يسامحك، كما تظلم هتظلم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في حاجة جديدة أنت منتظرها، في مكالمة أو رسالة أو فتح بلوك، حاجة تخص السوشيال ميديا أنت منتظرها، لا رسالة لا فتح بلوك لا مكالمة، في حد هنا أنت واقف معاك، الشخص ده واقف معاك وبيساعدك، هو بيحبك بصدق وواقف معاك، هذا الشخص بيحبك جدا، هذا الشخص وحابب ان انت تكون حابك، يعني ان انت تكون ناجح، تكون مميز، تكون تنداح بقدرة الله تعالى، حابب ان الدنيا تمشي معاك او تطلع درادات اكثر بمشيئة الله تعالى. حاسدينك على اي حاجة، حاسدينك على اي حاجة، علشان كده دايما ربنا اللي بينصرك، مع انك وقعت في مشاكل، وقعت في حفرة، لكن ربنا نداك منها بمشيئة الله تعالى. خلي بالك من الأقارب، السحر اللي قلنا عليه، خلي بالك من الأقارب علشان مش بيحبوا لك الخير ومش بيحبينك تكون أحسن منهم، مع انك انت ناجح وربنا بيخرجك من وقعات كثيرة، مع انه وقعوك في كذا مشكلة أو كذا نكرة أو كذا حفرة، لكن خرجت منها بقدرة الله تعالى، خرجت منها بمشيئة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. وكنت بتعاني من السحر كما قلنا والمس او من تعطيل او من تابعه منزل من قبل في القناه، داخل القناه جميع العلاجات كلها بمشيئه الله تعالى، علاج السحر وعلاج المس وعلاج التعطيل وعلاج التابعه وجلب الحبيب ورد المطلقه، كل هاي الطرق منزلها داخل القناه. واللي حابب يتواصل مع المديره واتس او انستغرام او ايمو، الرقم امامكم، يتفضل معنا باذن الله تعالى وهيتواصل مع الشيخ يوسف معايا باذن الله تعالى. وفضلا وليس أمرا أحبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام الجمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.